قبل خلق الملائكة والجن والسماوات والأرض، وقبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كان الله عز وجل ولم يكن معه شيء. من تلك اللحظة سنبدأ لنعرف كيف بدأ الخلق، وأين كان الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض، وما أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا، نرجو ألا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أين كان الله عز وجل قبل أن يخلق خلقه، فقال صلى الله عليه وسلم كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم خلق الله القلم وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم الذي خلق كل شيء وأوجد كل شيء من عدم، وأنه سبحانه وتعالى كان قبل كل شيء، وأن الدوام له وحده، وأنه خالق الزمان وخالق المكان، وخص نفسه سبحانه بالوحدانية، وهي من صفاته العظيمة، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. ثم أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا ما ورد أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. فالله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير الخلائق والعباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكان هناك الماء عليه العرش، وعلى العرش الله سبحانه وتعالى الرحمن ذو الجلال والإكرام، ذو العزة والإنعام، وذو الحكم والملك والجبروت والملكوت والسلطان، وذو الملك والقدرة والرحمة والنعمة، وهو الفعال لما يريد. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، كيف كان؟ فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر وهو اللوح المحفوظ كل شيء، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق السماوات والأرض. فلو بدأنا مشاهدين بالعرش، فالعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها وأوسطها وأعلاها، قيل وبعد ما بين قطريه مسيرة 50,000 سنة، وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قيل ثم خلق الله عز وجل القلم، ثم قال له اكتب، فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد جاء في أثر من الآثار، لم نقف على هذا الأثر مسندا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب السنة، جاء فيه ثم خلق الله عز وجل الملائكة فقالوا ربنا لما خلقتنا، قال لحمل عرشي، قالوا ومن يقوى على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى حسب هذا الأثر قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فيحملكم. والملائكة الذين يحملون العرش هم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأشدهم قوة، فلا يعلم عظم خلقهم ولا قوتهم إلا الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا مشاهدينا، هذا الأثر لم نقف على صحته. وعن الملائكة
قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عنهم قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وهم ومن حول العرش من الملائكة المقربين، أي الملائكة كلهم يعبدون الله عز وجل، ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتحميد. قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة الكرام: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. في حديث ورد في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقد ذكر أن أهل الفردوس يسمعون تسبيح العرش وتعظيمه، وما ذاك إلا لقربهم من العرش، والكرسي تحت العرش، وأعظم المخلوقات بعده، والسماوات والأرض كلهن أصغر من حجم الكرسي، كما قال الله سبحانه وتعالى عن سعة الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وهذا يعني أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة صغيرة ملقاة في صحراء شاسعة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة صغيرة أيضا ملقاة في صحراء شاسعة. فبعد أن خلق الله عز وجل العرش والماء والقلم، أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء على اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. وذكرت كتب التفاسير وغيرها آثارا عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف اللوح المحفوظ، منها: اللوح من ياقوتة حمراء، أعلاه معقود بالعرش، وأسفله في حجر ملك، كتابه نور وقلمه نور، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة، ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء، يرفع وضيعا ويضع رفيعا، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يحيي ويميت، ويفعل ما يشاء، لا إله إلا هو. وللأمانة مشاهدين لم نقف على صحة هذا الأثر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده، دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. وهذا الأثر كذلك مشاهدين لم نقف على صحته. فبعد أن كتب الله عز وجل مقادير الخلائق 50,000 سنة، أذن الله عز وجل بخلق السماوات والأرض، وقد خلقها الله سبحانه وتعالى في 6 أيام، كما أخبر جل جلاله في سورة هود، قال عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد بدأ الله عز وجل بخلق الأرض أولا، ثم خلق السماوات السبع، ثم بعد ذلك أخرجت الأرض ما فيها من ماء ومرعى بأمر الله تعالى. قال عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل. ولو أراد الله عز وجل خلق ذلك كله لخلقه في لحظة، بل في لا شيء من الزمن، فهو القادر سبحانه على أن يقول للشيء كن فيكون على وجه ما أراد أن يكون، لكنه أراد سبحانه وتعالى
أن يعلم عباده المخلوقين الرفق والتثبت في الأمور والأخذ بالأسباب والتدرج في فعل الأمور، وأن لكل شيء أجلا ومقدارا. سبحان ربي، برق يلوح وصوت الرعد رنان، وصيب السحب مالت منه أغصان، والموج مرتفع يزهو بقوته، والشمس ساطعة يبدو لها شان، والجن في وكرها لم تبد صورتها، ولا بدا في وضوح الشمس شيطان، والأرض تهتز والأعلام راسية، والفكر في حيرة والعقل حيران. سبحان ربي عظيم الشان مقتدر، وروعة الكون آيات وتبيان. رحمك ربي فإني جئت معترفا بما جنته يدي والذنب خسران. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.